والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع ميرنا إيهاب. تفضلي. شكرا لكما إلهام وريهام، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحل بالأسواق، وذلك لمتابعة موقف توفر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها. طرحت الحكومة كميات من اللحوم الحمراء المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بالإسماعيلية، وذلك لبيعها بتخفيضات تصل إلى 40%. يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم طرح اللحوم المجمدة البرازيلية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك بسعر 160 جنيها للكيلو، ويتم أيضا توفير سيارات متنقلة إلى المراكز التي لا توجد بها منافذ. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع جماعي بالمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1.17 تريليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليار جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة. انخفضت الودائع لدى البنوك الأمريكية الكبيرة إلى 17.2 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وذلك على أساس أسبوعي. ووفقا لبيانات الاحتياطية الفيدرالية، بلغ إجمالي الانخفاض في ودائع البنوك الأمريكية 79.2 مليار دولار، وذلك وفقا لأساس معدل موسمي، كما أن الانخفاض في الودائع كان الأكبر منذ مارس والأول في 4 أسابيع، بعدما كانت الودائع قد سجلت تراجعا كبيرا بعد انهيار بنك سيليكون فالي في شهر مارس. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى إلهام وريهام. شكرا ميرنا.